بسم الله الرحمن الرحيم. حصة اليوم تتعلق بحجم الأسطوانة القائمة. إذن كيفية حساب حجم الأسطوانة القائمة؟ القاعدة الخاصة بحجم الأسطوانة القائمة هي حجم الأسطوانة القائمة يساوي مساحة القاعدة مضروبة في الارتفاع. دونك أن رابيل، تذكير، قلنا بأن القاعدة، قاعدة الأسطوانة القائمة هي عبارة عن قرص، وبالتالي فمساحة القاعدة هي الشعاع في الشعاع في بي، يعني لو رايون فوا لو رايون فوا بي. وبالتالي فالحجم هو مساحة القاعدة، يعني لو رايون فوا رايون فوا بي مضروب في الارتفاع. إذن مثال أو تطبيق بسيط، برميل أسطواني الشكل شعاع قاعدته 1.5 متر وارتفاعه 5 متر، أحسب حجم الأسطوانة علما أن بي يساوي 3.14. إذن حجم الأسطوانة القائمة، نطبق القاعدة. القاعدة تقول على أن الحجم يساوي الشعاع في الشعاع في بي في الارتفاع، وبالتالي فالحجم في يساوي الشعاع 1.5 مضروبة في 1.5 مضروبة في 3.14 مضروبة في 5 اللي هو الارتفاع، والنتيجة هي 35.325 متر مكعب. شكراً.